الخبير الهولندي طلعت حتى انا بالدور ديالي على ما قاله هذاك الخبير الهولندي فيما يخص انه تنبئ بالزلزال ديال الاناضول ايام قبل حدوثه، ولكن ملي تنبحثوا مزيان على علاش اعتمد على واحد المقاربه، واحد المنهجيه اللي علميا هي هشه، هي ماشي صحيحه ماشي ما عندهاش ماشي مقنعه علميا، وهو ما يسميه بالاصطفاف، ديال الكواكب ملي تيكون مع الارض، مع كوكب الارض، ملي تيكونوا هاد الكواكب في اصطفاف معين مع كوكب الارض تيمكن يكون تاثير على القشره الارضيه ديال الارض، ويمكن اذا الصفائح يمكن لها تتحرك، وبالتالي ملي تتكون واحد لا كونفيغوراسيون ديال الاصطفاف، ملي تيكون واحد الاصطفاف معين، هاد العالم الهولندي وهو ملي شاف ذاك الاصطفاف الذي يناسب الاصطفاف اللي كان في الزلازل السابقه تنبأ، قال بان اسمي، ولكن الاصطفاف واش عنده تاثير مباشر على البنيات يعني ديال الارض؟ يقدر يكون تجاذب، تجاذبيه معينه بحال القمر والارض فيما يخص المد والجزر وهذا، ولكن بالنسبه للزلزال، حدوث الزلازل، مساله غير مثبته علميا، اذا هي تتبقى سميتو في الحدود الدنيا ديال الفكر العلمي. اذا بحال التنجيم، راه تنسمعوا بها بحال التنجيم اللي يكون واحد كذا كذا اصطفاف ديال الكواكب، راه غادي يكون شي حاجه بحال كيقولوا المنجمين، وبالتالي كاين حدود شويه غير مقنعه ديال هذه القوله، ديال هذا الكلام، ديال هذا العالم الهولندي. لا، التنبؤ بالزلازل تيبقى، حتى اليابانيين ما تيقدروش بالترسانه التكنولوجيا كامله، حتى بالاقمار الاصطناعيه وبالمراقبه ديال المياه ديال البحر وهذه، وكاين واحد الاليات ديال المراقبه، وما نقدروش نتنبؤوا، غير وكان الفرق هو ملي تنعرفوا راسنا بان كاينين حنا في منطقه زلزاليه، هذه حقيقة نعرفها مثلا في أكادير، حنا في منطقة زلزالية، حنا في منطقة أكادير معرضين للزلزال، ولكن إمتى الله أعلم. وبالتالي داك الشيء اللي خصنا نديرو، بحال غادي يوقع الزلزال غدا، خصنا نديروه اليوم، بويوقع غدا ولا بويوقع من دابا عام ولا 10 سنين ولا، ها حنا دابا شفنا الزلزال ديال 1960، من بعده يقدر يجلس 100 عام ويجي زلزال اخر اللي عنده نفس يعني 6 على سلم ريشتر. المباني في اكادير الى احترمنا المعايير المضاده للزلزال تقدر تحمل 7 ولا اكثر كاع من 7 ديال في سلم ريشتر، الى احترمنا لير بي اس، لير بي اس 2011. وبالتالي الاستعداد، هو الاستعداد، سواء عرفنا امتى غادي يكون، غير اللي عرفنا اللي تنعرفوا واللي متاكدين منه بان احنا في منطقه زلزاليه، بحال في الشمال ديال المغرب منطقه زلزاليه كذلك، ماشي بحال الا كنا في ورزازات ولا كنا في تافيلات ولا كنا في شي بلاصه اخرى اللي فيها واحد الهدوء من هذه الناحيه هذه، يعني ماشي منطقه زلزاليه. هذا هو اللي خصنا نخدموا به. حنا في منطقة زلزالية غادي نتعرضوا للزلزال امتى؟ إذا خصنا ناخذوا التدابير ديالنا على جميع المستويات، على جميع المستوى ديال المستشفيات، على المستوى خص يكون على المستوى ديال الوقاية المدنية، على المستوى، ولكن نزيدوا المواطنين، راه واحد الوقت المواطنين هما بوحدهم قبل ما يتدخلوا هاد المتدخلين، كاين المواطنين اللي يقدروا يسدوا الغاز، يسدوا الماء، يسدوا يطفيوا يطيحوا الدارة ديال الضوء، يقيوا راسهم من 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 شي حاجه اللي يمكن تطيح عليهم، يحيدوا شي حاجه اللي يمكن تطيح، الزلزال يطيح عليهم يحيدوها، يعرفوا كيفاش يخرجوا من الدار وفين غادي يمشيوا، ولكن خصنا نديروا لهم فين غادي يمشيوا، نقاط التجمع خصنا نعرفوها، يعرفها كل مواطن ومواطنه اللي قريبه لدارو اللي غادي يمشي لها عينيه مغمضين. الا ما درناش هكا، على الاقل هكا
راه غادي غير الهلع يقدر يدير لنا ضحايا، ماشي الزلزال، غير الهلع وتصرف اللي ماشي هو هذاك.